أسعار مختلفة لساعة اليد بسبب علاماتها التجارية أو الأجزاء المصنوعة منها أو لأسباب أخرى، لكن لماذا يبلغ سعر إحداها 55 مليون دولار؟ ساعة غلاس دايموندز هالوسين ب 55 مليون دولار بالفعل، ولهذا تعد ضمن الأغلى في العالم. الساعة عرفت لأول مرة عام 2014، حيث تحتوي على ماسات نادرة بمجموع 110 قراريط، ويظهر الألماس مقطوعاً لأشكال مختلفة مثل القلب، والذي وضعه محترفو الأحجار الكريمة، حيث تبدو وكأنها مجوهرات أكثر من كونها ساعة. ساعة أخرى باهظة السعر كذلك، وهي ساعة غراف دايموند، والتي يبلغ سعرها 40 مليون دولار، حيث تحتوي على 152 قيراطاً من الماس الأبيض الناعم، وصنعت من الساعة من الماس الناعم على شكل كمثري مصقول. أما ساعة باتيك فيليب هنري فيبلغ سعرها 24 مليون دولار، وتعد من أكثر الساعات تعقيداً في العالم، حيث استغرقت 8 سنوات لصناعتها، كونها تحتوي على تقويم دائم وأوقات شروق وغروب وخريطة سماوية لنيويورك. ساعة أخرى من الأغلى في العالم، وهي ساعة جاكوب بسعر 18 مليون دولار، كونها تحتوي على 260 قيراطاً من الألماس على شكل الزمرد، كما صنعت العلبة من الذهب الأبيض عيار 18. أما ساعة رولكس دايتونا فيبلغ سعرها 17 مليون دولار، ومعروف عنها تمتعها بشعبية كبيرة، في حين ذكر البعض أن الممثلة جوان وودوارد أهدتها لزوجها الممثل بول نيومان أثناء تصوير فيلم وينينج عام 1968.